الجيل نتاع توا كيما الجيل نتاع قبل؟ لا، الجيل توا كاسح شويه، يلزم الام تقف شويه، خاطر الام اذا باش تحاول الام تخرج وما تراعيش راحه اولادها باش تخسر اصغارها. يلزم الام هي اللي تقف، البو يخدم ويجيب الفلوس، البو عنده مسؤوليه، البو مش ما عندوش مسؤوليه، لازم تكون عنده هيبه البو. وقت الام تقول له جيك بوك، يلزمه هو يعرف شو معناتها جيت بوك. انت اذا تخدمي وما تفقديش اولادك، تمشي صباح جليل في الكوليج، في الابتدائي، في الثانوي، ديما وراه. يقول قايل سامحني، ما دام يقول لك الضروره، معناها الضروره الماديه ما فماش فلوس. ولو ضروره ماديه، ولو ضروره ماديه، اذا باش تحاول وقتنا توا يا تكسب الفلوس يا تكسب تربيه صغارك. وقتنا توا. شو تختار انت؟ انا نختار صغاري. نختار ناكل خبز وماء ونختار صغاري. قداش معرس؟ قداش عندك معرس؟ انا عندي توبرسك 32 سنه وعندي ولايه اكاهو. الوليد اللي عندي اكهو انا، فما ام وقتنا توا تمشي للجامعه، جامي كان ام تمشي للجامعه وتفقد. ثم ام توا تمشي للليسي، جامي كان تمشي للليسي وتفقد الام. نكذب عليك. انت تمشي للجامعه؟ جيت للجامعه ولدي قرا في لينيبس، لعبت مره الدربي، وانا ولدي عطيته عهد لو نهار تغيب على المكتب، تعرف إن على المكتب ولا على الجامعه، راني نعاقبك عقاب ما تتخيلوش في مخك. شو عملت انا؟ مشيت جبت سفسيري امي وتسفسرت بيه، باش ربما قلت ولدي يعقلنيش خاطر في الجامعه، معناتها عيب باش ولد ام وجي تسالني في الجامعه. مشيت للجامعه، دخلتك العميد استبشر بيه، قال لي مازالت اولياء بالطريقه هذه جاوا يسالوا على الام، على الاولاد. من الاول انا قلت بالك شي راها حاجه كبيره ولا حاجه، قلت له ايش نقول لك يا خوي؟ انت ايش قلت؟ قلت لي من اكبر فساد في الكليه لهنا. يرميوا صغارهم ولا على بالهم به. كيفاش من اكبر فساد؟ فسر لنا. فساد في الكليه. خاصة قال لي الكلية اللي نابس تلقى فيها صالي، تلقى فيها دوي، تلقى فيها زيت، تلقى فيها برشا حاجات، على خاطر ماهمش الكلهم ولاد المدينة، يجيو منا ويجيو منا وتدخل بعضها شكشوكة. كيف جيت قلت أنا طالبة منك مزيان، شوف لي ليست فارب، معناتها ولدي قاعد يقرا ولا لا؟ مشى يسأل لي يرحم ولدي وربي يبارك له، قال لي قاعد يقرا. والحمد لله نهارتها ولدي، معناتها تنجم تقول الكلاس هذاك اللي يقرا في ولدي كله غاب، زوز من الناس ما غابوش قعدوا يقرا. قرا ولدي في الليسي نتاع 9 افريل، معناتها تصعيب شويه الليسي هذاك زاده. نهبط كان راني انا مشيت لشار نيكول، كان ما رانيش سبب على خاطر لولدي دللوا الصغار برشا. يقول لك مثل بكري ادللي خلف الهبال. انت صغيرك وقت اللي تعاقبه ما تحاولش ترضيه. انت يجي يقول لك انا تو نحبس بدري هذا، وانت ظروفك ما تسمحش، انت تمشي تتسلف باش تلبي له طلبات، وانت كيف تلبي له طلبات مره باش يسنس عليك مره واثنين وثلاثه، يقعد يقول ماما ولا بابا اللي انا نطلبه فيه هو يعطيه لي. معناتها حتى الوالدين عنا احنا تنجم تقول 60% احنا عنا سبب فساد في اولادنا. اي احنا 60% فما اولياء هما عندهم الفساد في اولادهم. انت اذا كيما حكينا تو انا ما قدرتي باش نشري شلاكه هذيك ب 10000، راه صاحبه شراها ب 50 دينار الشلاكه، انا باش يلزني ولدي باش نتسلف باش نلبي له طلباته يشري كيما صاحبه. برشا امهات ما نقولوش ما فماش، فما الامهات اللي تمشي تتسلف باش يشري شلاكه كيما صاحبه. انا واحده من الناس ما نعملهاش هذيك، لا لا نشري له على قد انا مدخولي، على قد انا اللي نعيش بيه. علاش انا نحب نمشي خطوه اكثر من خطوتي؟ عايش خويا هكا انا راها هكا. انا نحكي على خصوصيتي انا، ولا انا اسلوبي كيفاش عشت بيه مع صغيري. حكينا على التربيه، هذه لزنا الموضوع الاخلاق، مازال فما اخلاق لهنا، نحكي على البنات على قله توا. ساعات صغير ما عادش يقدر الكبير، نبداو طالعين في كار ما يقدرش الكبير باش يعطي بلاصته، مترو تلقاهم يدزوه العبد الكبير ما يحترموش. منيش هذه هي المدرسه الاوليه هي الوالدين، ومن بعد تجي المدرسه الثانيه هو المدرسه التعليم. احنا المدرسة الأولى لأولادنا، عايش ولدي يقدروا الكبير، عايش ولدي ما يقولوش كلمة خايبة قدام الكبير. وقت اللي أنا ديما الصغير هكا، أنا توا نتعدى ري صغير في دو سيجارو ولا حاجة، نجي عايش ولدي عليك هيك، بوك عطاك باش تاكل، بوك عمل لك هكا، عايش ولدي يبارك لك، نجيب أسلوب طيب. أنا نراها هكا، يلزم المتابعة الوحيدة هي الأم. ظروف هي الأحسن ظروف هي توا ولات المادة، المادة اللي تضيع في العائلة ولات. توا الماده ضيع العائله، تلقى الام مثلا مطلقه، البو ما يعطيهاش نفقه، تخرج هي تخدم تضيعهم، وفما امات محظمين كتجيجه محظمه على صغيراتها، فما اللي ما عندهمش الاهليه باش يربي، وفما اللي الظروف تضغط عليهم باش تسيب الماء على البطيخ. خاطر توا كان تلقى يكون 60% 70% الام المطلقه راه، والبو ما ينفقش على صغاره.
اش باش تعمل الام هذيك اش كاتبين دخلوا الحبس اي مناش انت مع الامات اللي يمشوا يشكيوا ويحطوا رجالهم في الحبس لا كي نحطوا في الحبس شنو حصلتين لا نخلي لهم نقطه خايبه للصغار بوكم نهار يكبروا يفهموا ما دخلت بابا الحبس لا خاطر يجي نهار ويتصلح البوره مش كل امراه فما اغلبيه الحاجه يلزم تكون الام وقت يتعرس تقعد تخدم حتى تجيب صغارها ولادها تعودوا على الام تخدم ينجموا ما يذيعوش اما انت تبدا تكون قاعده تجيك ظروف يبدا ولدك في سلم اوراق اساسيه تخرج تخدم وتبدا من ظلام لظلام ما عادش نجمش تسيطر عليه صغير هذاك صي ثمان هو اللي انت من الليل لليل يعمل اللي يحب هو شكون باش يرجع ولا شكون باش يصلحوا ترى البوم في الظلام والام في ظلام لظلام لا فما حاجه اخرى تو كي نحكيو على المراه على البنات على التربيه انت فما اللي عندهم بنات وكذا قاعدين نشوفوا معناها على مستوى حتى اللباس يعني شنو رايك انت لان اللباس خليع من الام وصفنا ساعه وصفنا اللباس هذا شنو ترى اللباس هذا ماهوش لايق بينا عايش خويا تاع البنات ياسر ولات البنت ما حاش محترمه جمله ويقولوا هاو الاولاد تبولد عليه انت خليت نفسك باش الاولاد تبولد عليك لو انت لابسه لبسه محترمه لو انت ثانيه قصينه قدرك لو انت محترمه ما يجيش يصيب عليك البلاد الاولاد علي انا راه الام تخمامهم شنو يخمهم علاش على خاطر ما عنديش شكون اللي في الدار يصلحها ويرجعها لو جات الام تخرج بنتك قدامك انت باللباس هذاك انت وينك انت وينك مادام انت تراها وتغمض عيني انت توا ساعات صغيره تقول علاش بنتك تلبس في شرط هكا قصير تقول لك خليها تعجيلها هذا الام عندها سبب الاهمال في بناتها علاش عندنا نسبه عنوسه كبيره اي هذاك علاش عندنا سبب السبب هي الام ديما نرجع للام لا سامحني مدام ما فهمتنيش حبيت نقول لك نسبه العنوسه عندها علاقه باللباس الخليع نتاع النساء تو الشباب ما عادش معرس علاش حس برايك انت علاش ترى خاطر ترى انسانه تلبس هكاكا في المش محترم كل لك كيما تو ما احترمتش بها حتى انا ما تحترمنيش انا راه راني هكا ما نعرفش ندرى انا فكرتي تجي عامة مع المجتمع ولا فكرتي بنتي يعيطوا على والديهم ويعنفوهم نحكي على البنات اي فما اللي يعنفوهم ويسيحوا عليهم ويعيطوا عليهم ولا على بالهم بها اي فما ساعات تمشي للسبيطار تسمع تقول لك بنتي ضربتني بنتي دزتني بنتي عاملتني تاخذ بيه خاطر احنا ما تربيناش بيه الجيل هذايا احنا ما تربيناش بيه الجيل هذايا تربينا نحترموا والدينا برشا نقدروهم احنا ناخذوا بمخافه الوالدين تو ما عادش كيفاش هذه النقطه هذه؟ اي انا مثلا انا معناتها ما خذيت انسان وعرست معناتها يعرف عمي اختبني معناتها بابا قال له انا بنتي ما تخرجش باش تشري خاتم ها الخوصة وجيب البنتي انا ما نجيبش البابا نعكس كلام بابا ونقول له لا يزمي نرضى بالوالدين انا نرضى بالوالدين واللي عامله بابا يزمني نمشي والحمد لله معناتها كي خديت مرضيه الوالدين عايشه متهنيه ولاباس والحمد لله بارك الله فيك ان شاء الله ربي يوفقك ويعطيك الصحه انت مثال للمراه ان شاء الله